إذا اليوم عطينا انطلاقة رسمية ديال الاحتفال ديال الرباط عاصمة الثقافة الإفريقية، واللي غادي يستمر هذا الاحتفال إلى غاية شهر ماي من السنة المقبلة أي سنة 2023. وهذا الاحتفال اللي هو غادي يعرف مجموعة الاحتفالات فنية، احتفالات موسيقية، احتفالات ثقافية. في خضم هذه الاحتفالات كان المعرض ديال الكتاب اللي هو كان أول نشاط اللي تم البرمجة ديالو داخل الاحتفال ديال العاصمة الرباط العاصمة الثقافة الإفريقية. أيضا كانت عندنا لانوي دي موزي واللي دارت هذه واحد يومين تقريبا اللي عطينا انطلاقة ديالها أيضا، واللي هي كانت محبدة من طرف ساكنة مدينة الرباط. اليوم الرباط تعرف مجموعة ديال الاحتفالات الشوارع، وهذا شيء إيجابي جدا. احنا بالنسبة لنا تم اختيار الرباط كأول عاصمة إفريقية للثقافة، وهذا شيء إيجابي، هذا شيء بالنسبة لنا هو مفخرة. من طبيعة الحال احنا في إطار مشروع في إطار برنامج مدينة الأنوار اللي عطى سيدنا الله ينصره الانطلاقة ديالو سنة 2014، تمت إعادة مجموعة ديال المنشآت داخل مدينة الرباط، الطرقات، الإنارة، المسرح الكبير، المحطة الطرقية الكبرى واللي هي محطة اللي تتعرف واحد التقنية عالية جدا. إذا مجموعة ديال المآتر اللي تمت إعادة الترميم ديالها، من طبيعة الحال حتى الأبواب المدينة العتيقة، المدينة العتيقة ومجموعة ديال المآتر اللي تمت إعادة التأهيل ديالها وإعادة الهيكلة ديالها، وهذا كله داخل في برنامج مدينة الأنوار. معنية الرباط اليوم هي قادرة أنها تستقبل الوفود السياحية، هي أن قادرة أنها تستقبل الزوار المغاربة والغير المغاربة.